صحيح تلقي العائلية، تلقي الفئوية، صحيح، أفضل من لكن تطلع لك مجاميع الدائرة هذه، تطلع لك مجاميع، وكل مجموعات اللي هي مثل الآن موجودة في المجلس، كل مجموعات تبي تستقطب المجموعة اللي لها، وبالتالي كل مجموعة تبي تحافظ على مكاسب مجموعتها. لكن أنا أعتقد الآن بالثقافة ألقت شيء اسمه القبلية بالتدريج. أنا أعطيك مثال، في عدة نواب طلعوا عن رحم القبيلة وقال لك إحنا مرشحين الدائرة ونجحوا، وفي نواب طلعوا بتزكية قبلية، وفيه أشخاص طلعوا بتزكية قبلية وفشلوا. صحيح. وهذا مثال، أنا عايش في الدائرة الرابعة. صح. كل مرشحين أحد القبائل اللي طلعوا بالفرعي ما حد نجح. صحيح. أو بالتشاوري. صحيح. بالتالي يعني الشعب الآن تطور ويصوت، هو مشروع يراد فيه هو تسجيل موقف واقتراح أن الدائرة الواحدة لمكاسب تيار معين أو تكتل معين، خلينا نكون واضحين، لتكسب التكتل الشعبي. أنا أعتقد لم يحن الوقت. نقطة ثانية، لم يحن حتى المواطن، ليس مستعدا لتقسيم الكويت إلى كانتونات أو إلى أحزاب. خلينا نتطور بعملنا الدبلوماسي السياسي. الدوائر الخمسة هي من تقسم الكويت، الدائرة الواحدة أنا أعتقد بوجهة نظري وأحترم وجهة نظرك. نعم. أستاذ فهد، أنتقل إلى محور آخر، الموافقة على استجواب، كتلة تقليبية وافقت على استجواب وزير الشؤون. صحيح. الفريق أحمد الرجيب. صحيح. ما تشوف أن الأغلبية ذهبوا عن التشريع الذي وعدوا فيه المواطنين واتجهوا إلى الاستجوابات؟ ما صارنا 3 أيام من طالعين الاستجواب. وزير المالية وتعطيل 3 جلسات، الحين موافقة على استجواب وزير الشؤون. كثرة الاستجوابات هذه ما تشوف أنها معطل للبلد؟ كثرة الاستجوابات حتى المواطنين يشتكون منها، لكن أنا أعتقد أن الاستجواب ما صار له ذاك التأثير اللي يخوف على الوزراء، هو صار له تأثير الآن يخوف، لأن كتلة العمل الشعبي إذا قدمت الاستجواب خلاص الوزير يطير. لكن أعتقد أن الحكومة تحصنت على الاستجوابات. لكن إذا كانت الجلسات طبعا، لكن البلد، لكن هذا جزء من الشيء، من الرقابة. أنا أتفق معك أن التشريع يجب أن يكون لابد من إصدار قوانين، لكن خلينا نكون حقانيين صراحة. المجلس اللي الآن في خلال 3 شهور سوى قوانين كويسة، الآن تجي على الاستجوابات الوزير اللي مو قادر يدافع عن نفسه يمشي الاستجوابات. بس للأسف أن اللي يروح الضحية لهذه الاستجوابات ليس الوكلاء المساعدين وليس المدراء العامين اللي عملوا المشاكل، اللي يروح فيها الوزير. المطلوب أن اللي تحاسب أيضا حتى الوكلاء المساعدين والمدراء العامين من خلال عملية الاستجواب، الوزير وما يجي تحت الوزير. صحيح. التعديل، في تعديل وزاري تتكلم عنه جريدة النهار، أن هناك تعديل وزاري، ما تشوف أنه مبكر هالتعديل هذا يعني من الحكومة، وتسبب فيه نواب الأغلبية بعد استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي؟ والله أنا أرى أن التعديل الوزاري ما في شيء بصراحة. ليش؟ أنت عندك وزير طلع. صحيح. صحيح؟ عندك وزراء عليهم يمكن الضوء سلط عليهم، سواء كانوا على أدائهم صحيح أم أدائهم غير صحيح، الشعب انتخب. بس عمل 3 أشهر طبعا استاذ محمد، يعني ما في مجال ان انا اتفق معك، لكن الشعب انتخب الناس هذه، والنائب يستجوب. الحكومه امامها خيارين، اما التعديل او التدوير. صح. يعني تستطيع انها تدور الوزير. صح. وتستطيع انها تعدل، وتستطيع انها تغير. صح. بالتالي يعني انا ما ارى في شيء. انا اللي ارى ان على المجلس ان يضع له اولويات. الاستجواب ممكن هو يؤجل. ليش؟ لأن مسيرة المجلس 4 سنوات، الآن يطلع لك واحد يقول لك قد يحل المجلس، وبالتالي أنا كنائب أبي أسطر موقف وأقول. صحيح. أنا استجوبت. صحيح. هذا موجود، وهذا جزء من العمل السياسي المحلي، وهذه أحد مثالب العمل السياسي المحلي. ولنا يعني تجربة في الوزارات اللي طافوا، لما قدم 5 أو 6 استجوابات دفعة واحدة. صحيح. في سبيل تشكيل موقف أو الحصول على موقف، لكن هذا هو واقع السياسة الكويتية. إذا الوزير ما يقدر يمشي. يعني أنا شخصيا لا يمكن إحنا يعني نرد مجلس الأمة دائما نلوم المجلس. ليش ثقافة نوابنا عند النواب في الكويت ثقافتهم الرغابة أكثر من التشريع؟ نشوف يعني مراقبين والمال العام. التشريع ما يجذب مشاهدين ولا يجيب لك جمهور. صحيح. أما العمل الرقابي والاستجواب سهل جدا، أنك أنت تلقى الخطأ وتأخذ لك مجموعة وتصرح فيه وتبدأ تنشره. السؤال، خلينا نأخذ الشق الإيجابي منها. الشق الإيجابي أنه تم تسليط الضوء على الخطأ. صح. يعني هناك فوائد من الاستجواب، هناك فوائد من لجان التحقيق.
يعني لكن تركت الأداة الثانية وهي التشريع. صحيح، لكن أنت لازم تشرع على أرضية سليمة. صح. المثلب اللي دائما أكرره، علينا أن نحاسب على الوكلاء المساعدين الذين يساعدون الوزير أن يتحملون هذه المسؤولية. شلون يتحملونها؟ إذا مشى الوزير كل الوكلاء المساعدين يمشون. صحيح، وبالتالي تجد أن فريق متعاون. خلنا نوقف عند النقطة هذه، نشوف الوزير وزير الإسكان عفوا شعيب المويزري فصل أحد مدير بنك التسليف. صحيح. صلاح المضاف قبل ايام، نشوف قامت الدنيا ولم تقعد. صحيح. يعني الكل اصطفاف بدو حضر، شنو السبب؟ ليش يعني الحين وزير مارس صلاحياته بفصل موظف وهو مدير عام بنك التسليف؟ شنو السبب؟ يعني هم ما عدنا يعني لا رد لا على وزير ولا على. صحيح. انا اكلم النواب اللي جابوني ويسوون ضجه. صحيح. شوف، مع الاسف الشديد في الدول اللي تحترم نفسها الوزير يفصل الموظف العام ولا حد يناقشه. صح. إذا وزير ما يقدر يفصل موظف، إيش توقع من الوزير؟ شلون ينتج؟ بعدين شعيب المويزري ما سوى شيء خطأ. شعيب المويزري لديه من المبررات الكافية أن يأخذ قرار مثل هذا، أكيد شاف أشياء أخرى. صح. النقطة الأخرى، أنا وزير أعطي أوامر، مدير عام بنك التسليف والإدخار يعطلها لمدة شهر على بالذات على صرف القرض 6000 دينار، أنا أشطب أشيله؟ إذا أنت وزير ما عندك صلاحية تشيل موظف، شلون بتطور وزارة؟ الوزير أمامه خيارين، الجزرة والعصا، العقاب والثواب. شلون الموظف العمومي أو الموظف العام يحترم وينفذ أوامر الوزير ولا ينفذ أوامر المتنفذين؟ من خلال الأداة هذه. أنا بالعكس أنا أشد على يدين شعيب الوزير، ولا تعتبرها ولا أرجو أن يعتبرونها هي نوع من الفزع أو القبلية. بالعكس، أنا أتمنى أن الوزراء يشوفون الموظف العام، لكن إحنا في الكويت الوزير ما يقدر يفصل وكيل وزارة المساعد. صحيح. إلا لما يرجع لمجلس الوزراء، هذا أيضا يحتاج إلى تعديل. أنا الوزير يستطيع أن يفصل، ليش ما أفصل؟ شوف أنها ثقافة جديدة من الوزراء عندنا. أنا أعتقد أن شعيب المويسري أخذ قرار قوي، وأخذ قرار حقيقة غريب على الإدارة الحكومية وعلى مجلس الوزراء. أنك أنت تقوم، أنا أذكر في مرة من الأيام وزراء ما قدروا يشيلون وكيل وزارة، كانت وزارة التربية، ولا أبي أتطرق إلى الاسم. وكيل وزارة قاعد يمكن حوالي 30 سنة ما شال، الله يذكره بالخير، ما قدروا يشيلونه. أنا وزير أبي أطور وكيل ما يسمع كلامي يمشي، إذا ما يمشي أنا أمشي كوزير. يعني صح. المعادلة سهلة. صحيح. تطالب بالحزم مع الوكلاء والمدراء العامين. أنا طالب تحمل المسؤولية، إذا كان هناك خطأ على الوزير كل الاستاف يتحمل المسؤولية، مو بس الوزير يصير الضحية السياسية. وإذا كان لأن إذا أجاد الوكلاء راح يجيد الوزير وبالتالي يأخذ الكريدت. أيضا أنا أطالب أن الوزير لا يكون موظف عام، الوزير يمارس سلطات صاحب السمو على الوزارة. صحيح. يرفض الموظف اللي المضاف. أستاذ فهد يقول أن صفقة انتخابية وراء قرار فصله ووضع صايد صندوح في بنك التسليف. أنا أقول لمدير عام بنك التسليف، صايد صندوق أفضل منك. لا صراحة نحترم في العمل الإداري نحترم. أنا أقول لك ليش، أنا أقول لك ليش، يعني ما ودنا ندخل. لا 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 أنا أقول لك ليش، خليني نتكلم على، خليني أنا أبرر لك. تفضل. السيد المضاف جاء من التسهيلات، صايد صندوق خدم في بنك التسليف من موظف إلى نائب مدير عام. صحيح. ولكن بالتالي نحترمهم جميعا. لا، على عيننا وراسنا نحترمهم جميعا ولا نفضل أحد على أحد. لا لا، أنا أفضل التخصص. أنت كمذيع كيفك، لكن أنا أفضل رأيي. لا. أن صايد صندوق أفضل. لا. من السيد المضاف مدير عام بنك التسليف والإدخار، لأن أكثر تخصص موجود في البنك أكثر منه. صحيح أستاذ فهد، أنا أحترم وجهة نظرك، لكن أنا أحترم أيضا مشاهديني، أن لا أفضل أحد على أحد، لكن أنا أمامي موقف سياسي. أنت جايب ضيف يقول رأيه، أنا أقول رأيي. صحيح أستاذ فهد، لكن رأيك تحتفظ به، لأن لا تفضل أحد على أحد في البرنامج. الرأي المهني يقول أن السيد صايد صندوح إداريا وإمكانيات وخدمة وخبرة أفضل من السيد المحترم صلاح المضاف. وجهة نظرك هذه أستاذ فهد، وأنا أختم في وجهة نظرك. أشكرك أستاذ فهد الشليبي على حضورك معنا وإشراك لهذه الحضور. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تكونوا استمتعتم معنا، وإلى اللقاء في حلقات قادمة، ومع السلامة.